فالعيله عندي كلها اهلاويه، وانا عندي الحلم ده، بس هو والدي ما كانش ليه في مش عضو، ملوش في ملوش علاقات في النادي يعني. نعم فعملت عضويه لنفسي، حلو. يعني عملت عضويه لنفسي في 2009، و2010 بقى بقيت قريب لمرتجي شويه، وقعدت بعد كده مع حاجات لتنميه الموارد، ودخلت عرضتها على كابتن الخطيب 2010، دخلت لجنه تنميه الموارد، كان معانا الحاج جمال الجرحي و كان كابتن حسن حمدي رئيس النادي. كابتن حسن حمدي نعم رئيس النادي، واتعرفت بقى حاج وقتها جمال على، الجرحي وال كان اللجنه دي كان حاج جمال الجرحي ومحمد، محمد محمد الجرحي، الجرحي. وكان غزاوي، وكان شريف المعلم على ما اتذكر، وكانت مجموعه يا بس جميل، شباب. يعني انت والغزاوي ومحمد الجرحي من تنميه الوارد بقيتوا اعضاء مجلس اداره. لا، نعم غزاوي كان اوريدي عضو مجلس اداره في الدوره في اللي الدوره قبليه، قبلها. مظبوط. اللي هي من 2004 نعم ل 2009، صح واحنا الثلاثه دلوقتي اعضاء لجنه ما تنميه شاء الله. الموارد، سبحان الله، انا نعم لسه بفكر نعم فيها دلوقتي. وبعدين 2010 دخلت لجنه تنميه الموارد، بعدين بقى حصل وخلاص بدات ان انا اتعرف بقى على الناس في النادي، اتعرفت على كابتن حسن طبعا، والعمري الله يرحمه، وكان خالد درندالي، وكان المهندس هشام سعيد، اتعرفت على المجموعه بقى، بتروح الماتشات مع خالد مرتجي دايما، بروح معاه المقصوره، لحد ما حصلت احداث بورسعيد في 2012، بعدت خالص خالص بعت خالص، وما كنتش حتى اكتئبت. يعني جات لي فتره سنتين ثلاثه كنتش بتفرج وانت حتى على مرتبط كوره. بالجمهور قوي. يعني قعدت نعم سنتين ثلاثه من 2000 يعني، قعدت اتابع لحد بطوله 2012 اللي هي كسبنا فيها الترجي في النهائي، نعم بعدين قطعت بقى 3 4 سنين يعني. بعدين بقى جيت في 2016 بقينا راعي للنادي وقت مهندس محمود طاهر، و2017 بقى لما كابتن خطيب بدا يبقى فيه كلام ان احتمال يبقى فيه انتخابات واحتمال نعم ينزل، كلمني جرحي محمد، قال لي انت اسمك مطروح. مطروح وكلام من ده، فانا كنت بكلم الكابتن يعني بعيد عليه مثلا مره في السنه ولا نعم حاجه، فكان الكابتن بدا يبقى فيه كلام ان هو نازل وخلاص، كانت اللائحه طلعت، اللائحه الاسترشاديه دي وقتها نعم في انتخابات، الكلام ده كان شهر 7. نعم كلمت كابتن خطيب في التليفون قلت له انا عايز اجاوب مع حضرتك، وقبل ما اروح نزلت عملت لفه كده في النادي، كويس. نقدر نعمل ايه، الخدمات شكلها ايه، الدنيا شكلها ايه، وشويه افكار كده، وعملت له برزنتيشن، ورحت له في اكتوبر في الاكاديميه عنده، وقعدت معاه وشرحت له كل حاجه، وهو قال لي بمنتهى الوضوح، قال لي انا يعني ما فيش وعد باي حاجه، ووقتها سال لي انت سنك كام سنه، فقلت له انا 34 وهتم 35 في سبتمبر، عشان كده الانتخابات في نوفمبر، نعم فانا لسه مش عارف انزل فوق السن ولا تحت السن، فبس كان وقتها كان الاقرب ان انا هنزل تحت السن. قال لي طب ما فيش عقود باي حاجه، ويعني ان شاء الله خير وبتاع. وبعدين عمل بعديها بقى بشهر اعلن ان هو هينزل كابتن، ولمينا كلنا في البيت عنده، مش فاكر انت كنت موجود في القعده دي ولا لا، المجموعه اللي كانت 19 او 20 اسم اللي هم كانوا نعم مرشحين ان هم ينزلوا معاه، وبدات الدنيا تمشي والامور وانا بقى ما كانش عندي اي علاقات في النادي صفر يعني، انا ما فيش خالص، انا بقول لك انا هو اشتركت 2009، رحت سنه ولا سنه ونص وقطعت، ما في حدش، ما كنتش اعرف حد نعم خالص، لدرجه كابتن خطيب انا فاكر كلمني يوم قبل اي حاجه، كان في شهر 8، قال لي انا عايزك بقى يعني تبدا تنزل النادي، ولما تقعد مع حد يعني تقول له انك انت بتفكر تنزل انتخابات مع الكابتن خطيب، قلت له يا كابتن انا لو دخلت من الباب محدش يعرفني. الرئيسي وطلعت من الناحيه الثانيه مش هسلم على ولا بني ادم، حتى هو ضحك، اي قلت قال لي طب روح مع جرحي ولا روح، نعم وبدات اعمل كده فعلا، لحد بقى ما دخلنا في عيد ميلادي جه 23 سبتمبر، فبقيت فوق السن، فكلمت الكابتن قلت له خلاص انا برفع الحرج عنك، انا كانت فرصتي تحت السن اكبر، لان ما اي كانش بيجي جرحي وسراج، كان مهند لسه نعم بعيد عن الصوره، فانا كنت فاكر ان انا اللي هبقى مع جرحي وسراج، قلت له يا كابتن انا برفع عن حضرتك الحرج، لان في اسماء كتير بقى في فوق السن، قال لي لا ما فيش حاجه، ويعني كمل في اللي انت فيه وبتاع، وبعديها وبدا بقى ناس ومن ضمنهم انت كنت بتكلمني، لا هو مقتنع بيك، لا هو مش عارف صحيح ايه بتاع، صحيح. لحد ما فعلا نص اكتوبر لقيته مكلمني في التليفون، انا فاكر كان 15، كان باب الانتخابات اتفتح 14 10 او 13 10، كلمني في التليفون بعديها بيومين، قال لي حضر فيش والتشبيه والاوراق المطلوبه، هنروح نقدم يوم الجمعه، وطبعا ده كان يوم بالنسبه لي تاريخي يعني، يوم 20/10/2017، من 7 سنين، ورحله بقى طويله 40 يوم كنت بايت في النادي عشان اعرف اعمل، تقريبا تقريبا. ارضيه، واعرف اعمل الناس تعرفني والناس تتحرك، الحمد لله الانتخابات دي طلعت التاني
بعد خالد مرتجى. مفاجأة. يعني من الأول كنت بقول لك أنا كنت خايف أسقط والناس ما حدش عارفني، ولما كانوا يعملوا أي استطلاع رأي كان القايمة كنا ستة فوق السن من عندنا وستة من عند قايمة المهندس محمود طاهر، وكان في كانت كابتن منى عبد الكريم مستقل. نعم. فإحنا كنا 13، أنا كنت بطلع 13 في الاستطلاعات على طول. على طول. 13 12 13 12. كنت محبط جدا، قعدت بقى أدوس 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 لحد ما في الآخر وكابتن لم الناس في الحمله قال لهم انا الوحيد اللي خايف عليه في الاول الضماط. مظبوط. وبعدين انا فاكر بقى قبل الانتخابات بيومين ثلاثه حد بقى وكان يقول لهم ما تقولولوش الاستطلاعات عشان ما يحبطش. وبعدين انا فاكر قبل الانتخابات ثلاث اربع ايام حد كلمته، بس طبعا كنت بعرف اتصرف يعني. قال لي انت طالع الثاني بس ما تقولش لحد عشان قبل الانتخابات. قبل الانتخابات بثلاث ايام. قال لي انت طالع الثاني في كل الاستطلاعات. لا ما وفي الاخر يعني في الاخر بعد اللي انا شفته انا كنت قعدت في البيت كنت هكسب. لا هو كان يعني كله عايز احفزك بس. لا يعني هو كابتن الخطيب جر الناس كلها يعني طبعا. بفكره بتاعت على فكره اول من ثاني من ثالث ولا بتفرق في حاجه في النادي في الاخر احنا كلنا واحد ولا حاجه خالص. بس اسم الكابتن الخطيب زي ما انت بتقول بيجر اي حد. فما بقول لك لو كنت قعدت في البيت ووفرت المجهود ولا يعني طبعا الحمد لله انا عملت مجهود وعشان اعضاء الجمعيه العموميه وعشان ابقى معروف وعشان ابقى قريب من الناس اكتر، لكن الكابتن في الاخر هو اللي بيجر الناس كلها.